السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم عواشركم مبروكه وعيدكم مبروك، وكنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. والناس اللي كيسولوا عليا وكيسلموا عليا نسلم عليهم بالخير والرباح، ونتمنى يكونوا بخير وعلى خير. ونتمنى هذا رمضان داز عليكم الصحه والسلامه، وهذا العيد ان شاء الله دخل عليكم الصحه والسلامه، ونتمنى هذا الصيف اللي غيدخل عليكم ان شاء الله. ومبروك عليكم العيد، مبروك عليكم هاد الايام اللي حنا فيها، مبروك عليكم بزاف. وكنشكركم بزاف الناس اللي كيسولوا على الوالده ديالي، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للناس اللي كيقول لي ما كتجاوبينيش في الواتساب، عرفتي كاين ضغط، وانا اصلا ما كنساليش. ومني كنجي نشوف كنلقى النمره هبطات، ماشي ما كنجاوبكمش ولا شي حاجه. ما عنديش تليفون عامر عندي بزاف، وسمحوا لي بزاف بزاف والله، يا ريت نجاوب كل شيء نجاوبهم. وبارك الله بارك الله فيكم بزاف والله. قلت نشكركم في هذا الفيديو بزاف، وتشوفوا معايا نيت هذه الموديلات. بالنسبه للثوب راه انا اول ما كنجيبو كنرقدو كنصبنو، الخياطات راه الخياطات المحترفين راه عارفين تبارك الله كل شيء كي عارفينه، و كنصبنو وكينشف وكنعاود نخيطو. الخياطات اللي عارفين راه تبارك الله ما كاينه حتى شي خياطه اللي ما عارفاش. المبتدئين ولا بد ما صبنوا الثوب، راه يعني تجريو على الكليان، يعني الكليان اللي كان عندك شي كليان راه يمشي لك، حيت علاش كيرجع لك البيجامه كديرها دوبل اكس ال كترجع لك الام ولا كتصدمك. او ها نتوما شفتوا هذا اللون، حتى هويا خطير وزوين، عرفتي في اللبسه كيجي خطير. وانتوما هانتوما شفتوا كيفاش كيبان، كيبان زوين ورائع بزاف. وكيف ما قلت لكم دائما الثوب كنرقدو عاد كنصبنو، كيجاكم الثوب واللون كيجاكم قولوا لي واش مزيان ولا ماشي مزيان. واللي مازال ما ابونيش معايا يورك على ابوني، يتابونا معايا باش يوصلو كل جديد. غادي تشوفوا ان شاء الله موديلات زوينين، وغيكونوا فيديوهات زوينين ان شاء الله في المستوى، ومحترمين جدا لان القناه ديالي محترمه بزاف. وغادي تشوفوا فيها ان شاء الله غير داكشي اللي غيعجبكم. ومرحبا بالناس اللي كيشوفوا فيا، اللي كيشوفوا هذا الفيديو مرحبا بهم، واللي كيدخلوا عندي مرحبا و100 الف مرحبا. وكنشكركم بزاف بزاف من القلب للقلب. ايوا كيف ما كتشوفوا ها انتما هي الموديلات كيفاش دايرين، كل واحد وشكيه الاخر. ومازال ان شاء الله غتشوفوا فيديوهات، غتشوفوا موديلات اخرين. وخليو شي كومونتير زوين، ديروا ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. صراحه اللوينات في المستوى، اللوينات زوينين صراحه الله، انا عجبوني ونتمنى وكل شيء يعجبهم هاد اللوينات يكون الاختيار ديالي. قولوا لي الاختيار ديالي في الالوان والموديلات، قولوا لي كيفاش جاكم وزوين ولا لا، ردوا عليا في التعليق ردوا عليا. وكنشكركم بزاف بزاف على هذا الكومونتير اللي كتخليو لي، كنشكركم بزاف من القلب للقلب. وخليو لي شي تعليق زوين وكومونتير على حساب الموديلات كيفاش جاكم والالوان، قولوا لي. كيف ما كتشوفوا هاد الالوان تا هما هي كيف ما شفتوا زوينين ورائعين والله. انا بعدا كاينه تعجبوني هاد الالوان، حمقوني. وانتم قولوا لي الاراء ديالكم، وقولوا لي واش الذوق ديالي زوين ولا لا. كيف ما قلت لكم راه دائما كنرقد الثوب ضروري، ما كيترقد حيت لما رقدتيش راه غادي يحشمك مع الكليان. بالنسبه للخياطات وتن الناس اللي غيلبسوا بوحدهم، اللي شاريه شي ثوب وغتدي الخياطه من الاحسن تصبنو وتديه من الاحسن باش يجيها جهه قنيط راه زوينه. وهاد القنيطات راهم كيجيو زوينين دابا، ولاو الناس والله الاغلبيه كيلبسوهم بزاف، الا كانت شي جماعه صغيره ولا شي حاجه راه كيلبسوهم. مومان شو مكشو ها هما يا هاد اللوينات، ها هما يا قولوا لي كيجاكم هاد اللوينات كيجاكم ممتاز. الصغيوره ما نسيناها، الصغيورين ما نسيتهمش. المهم مازال ما عنديش لي مانكي كاع تهرسوا لي هاد الصغيورين، هذا درتها بالسروال ها هو يا القويميجه ديالو كيف ما شفتوا، الكميم ديالها بحال شكل فرفاره هادي هنايا
ايوا خليو شي تعليق زوين، شي كومونتير في المستوى. ايوا كيف ما شفتوا هادو هما الالوان الاخرين، هانتوما هي شو هاد اللون خطر خطر خطر، كل لون ينسك في لون. ايوا هانتوما هي، ديروا شي كومونتير زوين وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم ما تبخلوش عليا بلايك وبالجرس وبالتعليق زوين، وتبعوني عافاكم، وشوفوا لي موديل غنحط لكم لي موديلات زوينين الصيف ان شاء الله، غيكون جديد مزيان غيكون جديد. ومرحبا بكم في القناه ديالي، قناتي وقناتكم، مرحبا بكم فيها. وكنشكركم بزاف على لي كومونتير، وكنشكركم بزاف على الفيديو اللي حطيت ديال وليداتي، وتفاعلتوا معاه بزاف، تفاعلتوا معاه وكتشكروا لي وليداتي، بارك الله فيكم. واللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه، واللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه، يا ربي امين. كل واحد اللي عنده وليدات راه فرحان بهم، وكنتمنى اللي عنده شي وليدات الله يكبرهم ليه في العز ديالو ان شاء الله، والله يسهل ليه في الامور. وكنتمنىكم تدخلوا عندي، محتاجه للدعم ديالكم بزاف بزاف، محتاجه لكم بزاف، ومحتاجهكم تبارطاجيو هذا الفيديو اقرب الناس ليكم وصحابكم وحبابكم وكاع الناس اللي تعرفوا، تبارطاجيو معاهم هذا الفيديو ديالي. ومرحبا بكم وتبارك الله عليكم. المهم البنات، راه هاد الجلابه كنت كنصور صورتها معكم ملي خدمتها، كنت كنخدم فيها، ومني كملتها ما وريتهاش لكم. ودابا هانتوما هي، شفتوها كيفاش جات، ومعها البليغه ديالها. ها هي البليغه، بالنسبه اللي بغى بليغه يصايبها من الثوب ولا شي حاجه، ها هي هي درت لها البليغه ديالها، ها هي هي. والعقيق هانتوما كي جات في العقيق ديالها، جات زوينه صراحه الله. ها هو هي بالحق، هذه ديالتي ماشي ديال شكلي انا، ديالتي هذه. ايوا قولوا لي كي جاتكم، شكرا لكم بزاف على التعليق، شكرا لكم بزاف. وكنتمنىكم قولوا لي كي جاكم هاد القنيدرات وجليلبه، وهذه قرب لكم مزيان باش تشوفوا العقيق كي جا. جا زوين، طريقه الخدمه ديالو جا خطير والله، واخا هي مارو داكشي جبان فيها شي حاجه زوينه. ايوا خليو لي شي تعليق، خليو كومونتير يكون. ومع السلامة البنات، الله يعاونكم، وشكرا لكم بزاف، ونتمنىكم تدخلوا عندي ودخلوا تشوفوا لي هذا الفيديو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنسلم عليكم سنة بزاف، ومع السلامة.